طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. تحقيق صحفي من صنعاء، جماعة الحوثي مستمرة في تحويل الإغاثة إلى السوق السوداء. صحيفة عربية، لهذه الأسباب يتخفى مشرفو الميليشيات خلف أسماء مستعارة. ومن بي بي سي، ترامب يعلن تحرير مواطن أمريكي اختطفه الحوثيون منذ عامين. أهلا بكم. تستمر الإغاثة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي من إيجاد طريقها إلى الأسواق في العاصمة اليمنية صنعاء، وفقا لموقع يمن مونيتور، فإن جهة واحدة هي المسؤولة عن نهب وبيع المساعدات. وعنون الموقع: جماعة الحوثي مستمرة في تحويل الإغاثة إلى الأسواق السوداء. ولاحظ يمن مونيتور وجود أكياس من القمح في محال تجارية عديدة تحمل شعارات برنامج الأغذية العالمي وشعارات أخرى لهيئات الأمم المتحدة العاملة في اليمن. وقال قائد حميد، وهو موظف حكومي في صنعاء للموقع، إن اسمه أدرج في كشوف المساعدات الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي، وسجلت بالبطاقة الشخصية ورقمها التسلسلي قبل أكثر من عام، وحتى اليوم لم نستلم أي سلة غذائية أو مساعدة مالية. وأضاف: هناك من ينتحل شخصيات الموظفين ويستلم المساعدات من الأمم المتحدة. وتقول منظمات إغاثية أن مدير مكتب ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، بمثابة رئاسة للبلاد الموازية، هو المسؤول عن الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو من يوجه المنظمات بعمليات الصرف والتحويل إلى أشخاص وجهات أخرى. ويضيف الموقع: أصيب موظفو الدولة بخيبة أمل كبيرة جراء إغلاق ملف سرقة المساعدات الغذائية من قبل جماعة الحوثي المسلحة، التي قدمت كشوفا بأسماء موظفي الدولة وأسماء المسجلين في كشوف الضمان الاجتماعي، وعددهم 1,500,000 مستفيد من برنامج الغذاء العالمي الذي كان يقوم بصرف سلة غذائية لكل واحد منهم شهريا ولم تصل لأحد منهم. أضر توقف القضاء في عدن بالكثير من قطاعات الحياة، ولكنه الآن في طريقه أو في طريق العودة إلى العمل، وفقا لموقع الصحوانت. بعد توقف لشهرين، الجزائية المتخصصة تستأنف عملها في محاكمة عناصر إرهابية بعدن. وقال الموقع أن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن استأنفت نشاطها في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، وكذلك بقضايا الاتجار بالمخدرات، بعد توقف عملها أو توقف عمل الجهاز القضائي بسبب تعليق عمل المحاكم لنحو شهرين ونيف. وقالت مصادر قضائية للصحوانت إن المحكمة الجزائية المتخصصة نظرت في عدد من القضايا المرفوعة إليها، وأصدرت حكما قضى بإدانة متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش ومعاقبته بالحبس 3 سنوات. كيف نحمي دورة الحياة في اليمن إلى أن تكف أطراف النزاع عن القتال؟ تحت هذا العنوان كتب لؤي شبانة مقاله في موقع درج عن كفاح اليمنيات للبقاء. كشخص معني بالسياسة والتنمية والأزمات لأكثر من 20 عاما، تدهشني دائما قدرة المفاوضين السياسيين على إسقاط المطالبات الإنسانية من الاعتبار لحظة احتدام الخلافات بين أطراف التفاوض وراء الأبواب المغلقة. لو كنت جلست أو جلس صندوق الأمم المتحدة للسكان، هيئة الأمم المتحدة المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية، على مائدة التفاوض تلك، لكنا روينا آلاف القصص عن صمود النساء والفتيات اليمنيات في وجه القصف والنزوح والجوع. كنا لنصف كيف لجأت هؤلاء البطلات إلى سبل عبقرية للبقاء على قيد الحياة ولحماية عائلاتهن. لا تكتفي الحرب بحصاد الأرواح، إنما تقضي أيضاً على أدوات الحماية الاجتماعية بسرعة قضائها على القيم. وفي ظل نظام معطوب كهذا، تدفع النساء الثمن الأعلى. لا توجد كلمات كافية لوصف آلاف الأمهات اليمنيات اللائي تتلخص مهمتهن حالياً في البقاء على قيد الحياة وإطعام أطفالهن الصغار. هؤلاء النساء هن نقطة بدء دورة الحياة. ولقد عدت من زيارتي إلى اليمن وكل اقتناع بأن علينا ألا ندع هذه الدورة تنكسر. هل بالإمكان عمل أي شيء لصد الآثار الخبيثة لهذه الحرب عن النساء اليمنيات؟ أجل، ولو حتى
من طريق ضمان استمرار وصول خدمات وأدويات الصحة الإنجابية الكفيلة بإنقاذ الحياة، فهذا كفيل بإنقاذ حياة نساء كثيرات. وكما في النزاعات كافة يعاني المدنيون اليمنيون، وهم لا ناقة لهم ولا جمل في الحرب. هؤلاء الرجال والنساء والأطفال اليمنيون هم من يجب أن نركز جهودنا لنساعدهم على الحياة وعلى التمتع بالصحة. ففي نهاية المطاف لا يريد كل يمني ويمنية إلا العودة إلى الحياة الطبيعية من دون خوف من الموت والتشرد. وإلى أن تتحقق هذه الأمنية فعلى الأطراف المعنيين بالمساعدات الإنسانية أن يبذلوا قصارى جهودهم لمساعدتهم على الاحتفاظ بحياتهم. صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن تتابع تطورات حريق نشب في المدينة وكشف عن عجز كبير في أجهزة الدولة الخدمية. وعنونت الصحيفة: حريق كريتر استمر إلى اليوم الثاني. وأفاد شهود عيان من سكان كريتر أن الحريق الذي اشتعل فجر الأحد في أحد المباني التجارية الواقعة في شارع حسن علي بالمدينة لم يتم إخماده حتى وقت متأخر من مساء الاثنين. وأكدوا أنهم شاهدوا أعمدة الدخان وهي لا تزال تتصاعد من المبنى الذي كان قد احترق بالكامل. وقال قائد مركز المطافي بالمديرية وسيم غالب الذي لم يبرح المكان أن من أهم العراقيل التي تتسبب في تأخر إخماد الحريق هو أن المعرض الذي اندلع فيه يتكون من 3 طوابق تحتوي 7 مستودعات فيها الكثير من الملابس والأحذية، وطابق أرضي واسع ليس له إلا باب واحد وهو الذي عرقل مهمتنا كثيرا، حيث لم نتمكن بسبب ذلك من الدخول إليه بسهولة، وكلما دخل أحد رجال الإطفاء سرعان ما ينسحب منه. وأفاد أن من أسباب تأخر وصول السيارة الإطفاء والإسعاف الإطفاء إلى موقع الحريق في الوقت المناسب زحمة السيارات والاختناقات المرورية الشديدة التي واجهت سيارة المطافي، وكذلك حالة الفوضى التي تشهدها الشوارع رغم جهود رجال المرور، فضلا عن أن المركز لا يمتلك إلا سيارة واحدة للإطفاء فقط. يختبئ عناصر التنظيمات الإرهابية خلف أسماء مستعارة حتى لا يسهل الوصول إليهم، وتواصل ميليشيا الحوثي السيرة في هذه الاستراتيجية. هذا ما قالته صحيفة الاستقلال في تقرير أعدته منذ أيام. وتضيف الصحيفة: الإدارة الأمنية للحوثيين لهذه الأسباب يتخفى مشرفيهم خلف أسماء مستعارة. وتقول الصحيفة: لا يظهر المشرفون الأمنيون التابعون للحوثيين بأسمائهم الحقيقية، فهم عادة يختبئون خلف ألقاب وكنى وأسماء حركية على غرار أبو هاشم وأبو كرار. وليس لهذه الألقاب والكنى بعد اجتماعي بل بعد أمني، فهم حتى قبيل الانقلاب كانوا ينادون بأسمائهم الثنائية والثلاثية التي كانوا معروفين بها. وغدا السؤال عن أسمائهم الحقيقية أمرا مثيرا للريبة، والتصريح بأسمائهم الحقيقية كشف لأسرار أمنية. ولعل الانتهاكات التي يرتكبها المشرفون بحق المواطنين تدفعهم ليتخفي وراء أسماء تساعدهم في إخفاء هوياتهم ومعلومات سكنهم وإقامتهم، ما يشير إلى أن قلقا يساور هؤلاء المشرفين من أي محاولة انتقام مجتمعية مستقبلا أو من فرض أي عقوبات أو ملاحقات دولية. منذ انقلابهم وحتى الآن عمل الحوثيين على إحكام القبضة الأمنية عبر مشرفين أمنيين رئيسيين وفرعيين بصلاحيات تفوق صلاحيات المسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن الرسمية. وتظهر تلك السطوة بشكل واضح بالتدخل في كل تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، ما يجعل الأزمة في اليمن تتجاوز حدودها السياسية إلى المجالات الأمنية والبوليسية. عصر القوة وحرب المعلومات، تحت هذا العنوان كتبت نعيمة عبد الجواد مقالها في صحيفة القدس العربية. من الأقوال المأثورة للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه: المعرفة قوة. وقد أطلق نيتشه مقولته تلك بعد بحثه الطويل عن الحقيقة وأصولها، وعلى ما أعتقد أن الكثير قد اختبر صحة هذه المقولة بشكل أو بآخر، فكثير ما نتعرض للاستغلال بسبب جهلنا بمعلومة ما، وبسبب حساسية وخطورة المعلومات تنبهت الدول لأهمية أي معلومة حتى لو كانت صغيرة، لكن لم تتعامل الدول خاصة العظمى منها مع المعلومات بشكل عشوائي، بل نظمت كتائب خاصة تضم أذكى وأمهر القوات من العسكريين والفنيين ليخوضوا حروباً خفية يطلق عليها اسم حرب المعلومات.
فإذا كنت سمعت يوما عن الأيادي الخفية، فإنك قد سمعت عن حرب المعلومات التي تهيمن على جنح الخفاء، لتبدأ حربا بدايتها غير معلومة ونهايتها لا يستطيع أحد سبر غورها. فأهم شيء هو خلق حالة تؤدي إلى ميوعة وتشويه الحقيقة بغرض طمسها وإحلال حقائق أخرى مغلوطة لتتبوأ مكانها. ويجب أن لا ننسى أن حرب المعلومات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحرب النفسية مع اختلاف أساليب شن الحرب والأهداف المرجوة، وتتفق جميع الأطراف المشاركة في شن أو خلق حرب معلومات على مفهوم واحد، ألا وهو حرب المعلومات ليست بالشيء اليسير، فهي معقدة التشابك ولها أبعاد خفية مترامية. وبناء على ذلك يجب أن نتفق جميعاً على أن حرب المعلومات لا هوادة فيها، ومن الممكن أن تطال الجميع، بل تستخدم أبسط أنواع المعلومات حتى لو كانت تحديد مواقعنا على أجهزة الهواتف النقالة لصنع حرب معلومات وشيكة لاستخدامها ضد هدف أو كيان جديد. على الرغم من مرور قرابة شهرين ونصف الشهر على التوصل إلى اتفاق بين ميليشيا الحوثي والشرعية في السويد بشأن محافظة الحديدة، إلا أنه منذ ذلك الحين بحسب العربي الجديد فشلت جميع محاولات تطبيق الخطوة الأولى من الاتفاق والمتمثلة بإعادة الانتشار في المدينة. وأعلن أمس للمرة الثانية خلال يومين فشل البدء في تطبيق الاتفاق وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين حول المسؤولية عن الأزمة التي تتسبب بها بشكل أساسي الخلاف حول هوية القوات والقيادة المحلية التي يجب أن تؤول إليها السيطرة في الحديدة. وكالة الأناضول نقلت عن مصدر يمني حكومي تأكيده تأجيل عملية الانسحاب الجزئي من مدينة الحديدة والموانئ الرئيسية بالبلاد إلى يوم الخميس المقبل جراء رفض الحوثيين لذلك. وأشار إلى أن ممثلي الحكومة في لجنة إعادة الانتشار وافقوا على المرحلة الأولى والتي تتضمن انسحاب للقوات الحكومية والحوثيين من خطوط التماس بمسافات محددة، وانسحاب الحوثيين من الموانئ بمسافة 5 كيلومترات، مستدركا بالقول لكن الحوثيين يرفضون تنفيذ ذلك على الأرض رغم إعلان موافقتهم على وسائل الإعلام. موقع ألماني تابع ما يتعرض له صيادو الحديدة حيث تدور المعارك اليومية رغم الحديث عن السلام، وعنونت صحيفة الدي دبليو أو موقع الدي دبليو صيادو الحديدة في شباك القصف وشبح المجاعة. ويفيد الموقع يشكل ميناء الحديدة مصدر رزق لعشرات الآلاف في المحافظة، معظمهم يعمل في مجال مرتبط بالصيد بيد أن الحرب اضطرتهم لفقدان مصدر رزقهم فباتوا بين خطر الموت جوعا أو قصفا في البحر. وعن وضع الصيادين بشكل عام في ميناء الحديدة يقول رئيس ملتقى الصياد الصيادين التهامي محمد الحسني إن وضع الصيادين في الحديدة مؤلم ومحزن للغاية. الصيادين شريحة بسيطة مسالمة قد تكون ثقافتها بسيطة جدا، وهي شريحة اعتادت على المخاطر في البحر واعتادت في عملها على الكثير من المصاعب. ويقدر الحسني نسبة الخسائر التي لحقت بقطاع الصيد في الحديدة بحوالي 70 إلى 80% مقارنة بما كان عليه في سنوات ما قبل الحرب. ويقول إن الصيادين اعتادوا أن ينطلقوا إلى مسافات قريبة وبعيدة حيث أماكن تواجد الأسماك، وهناك من أصيب أو قتل. رغم ذلك ما زال البعض يخاطر بالذهاب إلى هناك لأن أرزاقهم مرتبطة بأماكن محددة بالشعاب المرجانية وأماكن تواجد الأسماك. اشتراكية الغرب فرصة للشرق، تحت هذا العنوان كتب خالد البري مقاله في الشرق الأوسط. الجمهوريات العربية التي اختارت طريق الاشتراكية في العقود السابقة انتهت إلى وضع أسوأ مما كانت عليه في النصف الأول من القرن العشرين، لأنها لم تفهم التاريخ ولم ترى مساره. الاشتراكيون والجماعات الدينية في هذه المنطقة كفريقين يقف كل منهما على رصيف متقابل في محطة قطار التاريخ. أنصار الدين السياسي يريدون أن يفجروا طريق القطار ليرغموا التاريخ على أن يتوقف تمهيداً لسحبه إلى الوراء، والاشتراكيون يريدون أن يضعوا الجماهير في سلة ثم يشبكونها في القطار بخطاف. هكذا أيتها الجماهير سنلحق فوراً بالدول المتقدمة. نعم لن نكون داخل القطار، نعم سنكون مسحولين خلفه، نعم لن ينجو منا الكثير، لكن من الناحية النظرية سنكون مثل الدول المتقدمة،
عندنا صندوق اقتراع كما عندهم، وصورة للشعب المسحول تحت الراية. أي راية تعتقد سيختار الشعب المسحول؟ إيران والعراق ولبنان وسوريا ومصر والجزائر وتونس؟ تجيبك: منطقتنا لا يحركها الوعي السياسي المعاصر، بل يحركها التاريخ ونمطه. هناك من يعيش في الماضي ويختار نظاماً للحكم يتوافق بتعديلات بسيطة مع تلك الحقبة. تختلف الأنماط، لكنها جميعاً تتفق على معاداتها لفكرة التنمية القائمة على المسؤولية الفردية والحرية الاقتصادية الفردية، ثم التئام هؤلاء الأفراد في شركة، ثم تكون القطاع الخاص. في واحدة من أيام سبتمبر 2017 أوصل داني بريش أطفاله إلى المدرسة في صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. بعدها اعتقلته الميليشيا وأخفته عن أطفاله وعن العالم في معتقلاتها، وبعد رحلته في سجون الميليشيا، وفقا لموقع البي بي سي، ترامب يعلن تحرير عامل أمريكي اختطفه الحوثيون في اليمن منذ عامين. قالت زوجته نادية فرصة إنها استغربت يوم اعتقاله، حيث فعلوا ذلك في وضح النهار وأمام أعين الجميع. وقال ترامب في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أطلق سراحه وتمكنا من لم شمله على مع أسرته، موجها الشكر لدولة الإمارات لجهودها في إطلاق سراح العامل الأمريكي. وطبقا للموقع، فإن بيرش كان يعمل لصالح شركة صافرة اليمنية للنفط. يومها قال شقيقه الذي لم يتواصل معه منذ 15 سنة لقناة KLTV إن بيرش جاء للإقامة في اليمن عام 2003 للعمل في قطاع النفط، وأن زوجته وأطفاله الثلاثة لا يزالون في اليمن، وحتى في حال إطلاق سراحه سوف يستمر في العيش في اليمن. وقال التقرير نشرته وكالة الأنباء رويترز إن بيرش رحل إلى عمان بصحبة بعض قيادي الحوثيين. يعد هذا التذكار مميزاً من بين كل التذكارات ومفاجأة غير سارة، كما يصف موقع عربي بوست الواقعة، حيث عادت سيدة إلى ستوكلاندا بعد انتهاء عطلتها في أستراليا لتفاجأ بوجود ثعبان كان مختبئا في حذائها. صحيفة الجاردن البريطانية قالت إنه في حادثة ستؤكد أسوأ مخاوف زائري أستراليا. أفرغت موريا بوسكال حقائبها لتجد أن هناك مخلوقا صغيرا يضج بالحياة، يخرج زاحفا من حذائها، بل أنه جدد جلده في أثناء رحلته بحذائها. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الثعبان من نوع البيثون المرقط غير السام، وهي سلالة اتخذوا منها الناس عادة حيوانات أليفة. سافر بأمان من ماكاي الأسترالية إلى غلاسكو الأستكلندية. وقال بول إيرلي صهر موريا لشبكة ABC الإخبارية أنه عندما فتحت موريا حقيبتها ورأت ثعبان اعتقدت أنه لعبة وضعت في حذائها باعتبار ذلك نوعا من المزاح. أما إذا تساءلتم ما الذي حدث للثعبان بعد اكتشافه، فقد أجاب الموقع بأن إيرلي صهر موريا اتصل بالجمعية الملكية للرفق بالحيوان الاستوكلندية، والثعبان حاليا بالحجر الصحي البيطري في استوكلندا. ماذا إذا تابعت معنا صورا محزنة وأخرى تجلب السعادة؟ ماذا سيكون شعورك حينها؟ هل ستشعر بالحزن أو السعادة، أو ستكون مشاعرك مختلطة؟ لتعرف هذا تابع جولتنا، تابع الصور في هذه الجولة المصورة. ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف. نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.